الأهلي. نأتي للأدب الأموي. أهل الأدب مجمعون على أن فرسان الأدب الأموي الثلاثة هم جرير والفرزدق والأخطل. حتى تتضح المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى عدنان، وعدنان في النسب تنقسم بعد ذلك يعني دون عدنان تنقسم إلى قسمين، مضر وربيعة. فلنقل ربيعة ومضر، هذا المشهور. من مضر قريش، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هاشمي قرشي مضري، ليس من ربيعة. يعني النسب إلى عدنان عندما ينقسم إلى ربيعة ومضر. من مضر قلنا قريش، من قريش بنو هاشم، ومن بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. فنع سلم مضري، أبناء عمومتهم بني ربيعة. نعم، أبناء عمومتهم بني ربيعة. من مضر بنو تميم، بنو تميم مضريون. من مضر من بني تميم جرير، هذا مهم. واضح. نأتي هنا لربيعة. من ربيعة تغلب، من تغلب شاعر يقال له الأخطل، المنافس لمن؟ لجرير. الآن جرير أراد أن يعلو كعبه على من؟ على الأخطل. فقال: إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا، يقصد في من؟ في مضر، لأن هذا الجامع لهم. إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا، مضري أبي، يعني أبوه الذي لنسبه، وأبو الملوك، يقصد عبد الملك بن مروان، هذا الكلام في زمن بني أمية. مضري أبي وأبو الملوك، فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا. الخزر في اللغة صغر العينين، وصغر العينين ينبئ في كلام العرب سابقا، هذا أنا أنقله ولا أقره، لكن أنا أنقل حضارة العرب سابقا. كانوا يرون أن صغر العينين يدل على أن الأصل أعجمي، وهذا عندهم قادح عظيم. ولذلك جرير يعير الأخطل به: يا خزر تغلب من أب كأبينا، مع أن جرير يعلم أن الأخطل عربي قح. يا خزر تغلب من أب كأبينا. إلى الآن لم يأتي لفظ المشيئة. ثم قال: هذا ابن عمي، يقصد تميمي مع أموي، كلاهما يجتمعان في مضر. هذا ابن عمي في دمشق عاصمة خلافة بني أمية، هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت، هذا لفظ المشيئة، لو شئت ساقكم إلي قطينا، أي خدما تتبعوني. لكنه أخطأ أنه قال لو شئت، وما قال يتأدب مع أمير المؤمنين لو شاء. فيقولون إن الوليد أو عبد الملك أحدهما الذي كان عاصر البيت قال: ما زاد، قال سبة في جرير أترفع عنها، ما زاد فلان كذا وكذا على أن جعلني شرطيا له، أنا أمير المؤمنين ويجعل الأمر له. فقال: لو قال لو شاء ساقكم إلي قطينا لسقتهم إليه كما قال. هذا لفظ شاء في الأدب العربي، هنا ورد في شعر جرير في قضيته مع الأخطر.